سمعت عن فريق اسمه اطلع بره؟ لا اول مره اسمع عنه. لا ما سمعتش عنه الصراحه. لا 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 ده الفريق اللي هيلعب الاهلي. مفيش الكلام ده. مش مصدق ان في حاجه اسمها كده. لا طبعا ازاي اطلع يعني اطلع بره فين؟ لا. طيب تتخيل ممكن يبقى جنسيته ايه؟ هو على فكره هو فريق بجد. فريق بجد اطلع بره هولندي مثلا. أنا في الدوري النيجيري درجه اولى يعني سمعت عنه. ده في تقريبا ده اتاسس سنه 1930. كفايه كذب. اول سنه لي في دوري ابطال افريقيا. تمام تمام. وهيلاعب الاهلي كمان كام يوم كده. حلو. تتخيل كده ممكن جنسيته تبقى ايه؟ غيني. نيجيريا. نيجيريا الشقيقه. طيب تفتكر الفريق ده جنسيته ايه؟ او عليك سوداني بطل السودان. الله عليك احسنت يا ابني والله. مبروك. تتوقع يبقى النتيجه كام كام؟ يعني 5-6. الاهلي مش صغير يعني على فريق يطلع بره يعني. لا 5-0 مثلا. 5-0 للاهلي. لا اللي يطلع بره. 3 مثلا. 3-0 يعني على كلمه يطلع بره ديت احنا ممكن ما ناخدش اي حاجه.